كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد جيمس كيلبري وزير خارجية شؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة. وخلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية عن تهانيه لمعالي السيد جيمس كليفرلي بمناسبة توليه مهام وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة في الحكومة البريطانية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لتوطيد علاقات التعاون المشتركة بين المملكة المتحدة ودول العالم، منوها بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعب بين الشقيقين والجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد. من جانبه أعرب سعادة السيد جيمس كليفرلي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة، ومشيدا بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تطور ولماء في مختلف المجالات، مؤكدا حرص الحكومة البريطانية على تعزيز وتطوير التعاون المشترك على أفاق أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وما وصل إليه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك من مستويات متقدمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة السيد أحمد الكرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية، وسعادة السيد رودي درايموند سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، والوفد المرافق للوزير الضيف.